اول شيء بحب القعدة. بتاكلي كباب؟ فورا من ايدك كل شيء باكل مسيو هيثم. صحة وانا. ابي ترجعي لي الشوكة بعد اذنك؟ طبعا اكيد تفضل. نزعلي مراقي هالفوزة. ليه؟ بحب اكل مشاوي بدون كازوزة. والله حقك. يلا ما حلو شيء العصير طيب. الفريش بحبه. صب لك ولا بتصبي لحالي؟ لا بصب لحالي. عن اذنك مسيو هيثم. بطس. ولك معقولة هي جاي ما تتعشى معي وما تطبق واحد تاني؟ لعمة في عيون العمى. سالو يا بابي هو ذا جاي اي تيل يو تو برينج اور فريند ستيفانو. بابي هون حدا بيهربني كتير كتير كتير. هو مخلص ما خاف. سالو نحن زملنا كتير كتير خطير. سالو بابي انت مو عندك ثقة فيني كتير؟ وبيهبني كتير؟ اوكي هو بيهبني كتير ما خاف ما خاف. اوكي خلينا نشوف. امسح الدروني. امسح الدروني. خلصتي توطيس؟ بجد بعتذر منك، يعني لو اعرف هالدرسانة بدها تعمل فيي هيك ما كنت اجيت. على وجه جبتيها، كنا شفناها. ولا يا مسيو هيثم لو اجبتها معي ما كنت اطلعت فيه. مفشرة، معي القمر انا، مالي ومال النجوم. تسلم لي هذا من ذوقك. بتاكلي؟ لا مبلا بدي اكل. كيس مطعم فوزيها. ايه والله، عن جد. لا تقولي لي واتس. هو بصراحة واتس بس بوعدك ما عاد تحكي. ها خلص خلص خلص. ما بدي اكل. خلص. مسيو هيثم وين المغسلة لروح غسل ايدي وارجع؟ كالي بدي لك جوا. اللي عم بي الواتس بدي وطس مع فوزي. يا بنت الكلب كريستين حبيبي انت ليش قلت اسمك سالو؟ انت مش وزقة من روني كريستين؟ احتياط واجب بابي. برافو حبيبي برافو كريستين. بكرة عندي عملية كتير كبيرة. بكرة رح نزيب التمثال كريستين. يس. وانت رح تكوني موجودة على اليخت بالمكان اللي اتفقنا عليه. اوكي بابي. كلمة بابي كتير حلوة منك كريستين كتير حلوة. هذا الخاجل.